بالإضافة للتنظيف لدقائق، أقوم ببث حي لتعليم التجميل. لا مشكلة أبداً، سأنظف الغبار. لا لا أجل. لا لا بابي. لماذا هي متضايقة؟ أنا متحمسة جداً يا عزيزي. يريد مالك معرض فني كبير أن أعرض عملي هناك الأسبوع القادم. أنا فخور بك. وماذا سيكون العمل الفني؟ سوف يكون مفاجأة، لكني سأقول إن كارلوس سيكون جزءاً من هذا العمل. لا تجعليني جهاز إطعام طيور ثانية. لا تقلق يا عزيزي، إنه عرض مناسب لك أكثر. معذرة، من هو المسؤول عن هذا؟ إن سبب شهرة الزلاجات رجل يدعى لاري ستيفنسون الذي أراد. أقصد من المسؤول عن هذا الخدش الضخم. يا أبويلا، هل حركت الثلاجة بزلاجتي؟ لا لا لا، لم أعد أحتاجها للثلاجة، فأنا أمارس الرياضة. حسنا، سأكتشف من فعل هذا. صباح الخير، صنعت لك البوريتو وقهوة للطريق. الطريق؟ أجل، خططت لبضعة أنشطة ليومنا. أوه صحيح، هذا رائع. كل هذا الآن أمامنا 8 ساعات حتى عودتك للعمل. 7 ساعات و50 دقيقة. ارتدي ثيابك، أراك في المطبخ. ماريا، سمعتك تعودين متأخرة أمس، لما استيقظت مبكرة؟ وعدت روني آن بقضاء اليوم معها. أنا قلقة عليك يا ابنتي، فأنت بحاجة إلى الراحة وإلا أنهكك التعب. لا تقلقي، أنا بخير. أمي، حسناً، فكرت أن نشاهد فيلماً. تشوباكابرا 4. كيف سيتفوقون على تشوباكابرا 3؟ والغداء في مطعم إصنع بيتزتك، ثم صالة الألعاب، ثم... أوه، إنها الممرضة، يجب أن أجيب الآن. لحظة، أهلاً ليندا. لا يمكننا علاج الحمام حتى بالتأمين. مع السلامة. أنا آسفة، أين كنا؟ حسناً. أمي، أصبت بشظية خشب وأنا أفرغ صندوق الصلصة. وما المشكلة؟ انتزعها. يا للألم. لما طريقتك درامية هكذا؟ حسناً، دعني لمسه يؤلمني. لم ألمسه أصلاً. تماسك يا عزيزي، سوف أحضر ملقاطي. ها أنت ذي، سمعت أن اليوم عطلتك وأحتاج لأن أرسمك. آسفة لأنها محجوزة. لكن ماريا قريبتي الوحيدة التي لم أرسمها، وسوف أخذ اللوحة للمعرض. لكن ماذا عن إصابتي هذه؟ تيك توك تيك توك. ما رأيكم أن تقوم بكلا الأمرين معاً؟ لن أنظر. نظرت. ماريا، لا تتحركي وإلا ستشبهين بيكاسو. إذن هل انتهيتِ؟ فاللوحة تبدو جميلة. عما تتحدثين أنتِ؟ ما زالت ماريا بلا وجه بعد. أنا أنتظر التعبير الملائم. علي البدء من جديد. بقيت لدينا 7 ساعات. 6 ساعات و40 دقيقة. هيا. شكراً أمي، يجب أن أعود للمتجر. أثبتي، هذا هو المطلوب. مهلاً، حقاً؟ هكذا؟ نعم، فقط لا تتحركي. هاك، يمكنك استخدامها. هذه زاوية أفضل بكثير. إذن سأنصرف. هيا يا أمي، قبل أن تنشغلي ثانية. خير ماريا، هذا كثير. وجدت 3 مناسبين عبر تطبيقي منتصف العمر. عجباً، أشكرك. هذا يشبه راؤول من مسلسل أديوس أنا أديوس. لكنه أكبر. إنهم ينتظرون في الردهة. صحيح. نعم خالتي كثيرة المعجبين. أوه اسمعوا، بدلاً من 3 مواعيد طويلة، ماذا عن لقاء سريع؟ معك حق. أجل. ماريا، اسمك يشبه الموسيقى. حسناً، إنه حقاً رومانسي. أريد أن أسمع. إنكم هكذا. سيرجيو، أيمكنك تعجيل هذا؟ مقابل ثمن مناسب. روزا، انكمش قميصي. هذا قميص كارل يا رجل. إنها قاذفة الخطمي. سيرجيو يريد. مستحيل، أتضور جوعاً. يا ابنتي، ليس قبل العشاء. ولا مثلجات لكم أيضاً. مقاس هذا ممتاز. أبويلو، هذا زيي أنا.
كفى، اخرجوا اخرجوا من مطبخي وإلا لن يكتمل العشاء أبدا. وأنت أيضا يا سيرجيو. آه يا خبر، إنه عرض لمدة محدودة. ما هذا يا روني آن؟ جربوا شاحنة فطائر التمالي، ما أطيبها حقاً. ما الذي تفعلينه؟ إذا رأتك جدتي تأكلينها فستقتلك. ضبطت الخالة كارلوس يأكل تشورو من المخبز فتوقفت عن الطهي له لشهر. كان علي تناول الوافل المثلج. إنها تغار بشدة حين يحب أي منا طهي الغير. لكن هذا ألذ تمالي أكلته قط. حقاً، تذوق. هذا هو مذاق البهجة الخالصة. قطعاً أريد واحدة. ماذا تريدين؟ أريد ما تطينة. هذا جيد، العشاء جاهز. انتظروني. أنا مهووسة بالتماليز، حلمت به طوال الليل. لو عرفت جدتي ستطعمنا للفئران. نحتاج خطة. سبقتكم بخطوة، رسمت برنامج أبويلا. تطهو من السابعة للثامنة، إصلاحات من العاشرة للثانية، وتغسل حتى الرابعة، وذهنها مشتت أثناء الإصلاحات، وعندها نذهب للشاحنة. هذا تخطيط رائع، ورثت ذلك عني. إذا احتاجني أحد أنا أبدل بابا في الطابق العلوي. هيا بنا. أوبس، نسيت أدواتي. الطلب جاهز باللحم والسكر. هذا أنا. أبويلا قادمة. إلغاء، هيا. أبويلا مرحبا. أهلا. ظننتك تقومين بإصلاحات. هذا صحيح، ذاهبة لإحضار قطع غيار من المتجر. ماذا؟ أتحتاج للمرحاض؟ ماذا؟ لا، لا، الحقيقة، أجل، سلام. حسناً، علينا أن نحسن أداءنا، نحتاج لحارس وإشارات وأسماء. أجل، إنه مستوى آخر. ولن نذهب جميعاً، فهذه مجازفة. أحدنا سيذهب لشراء التماليه للجميع، اتفقنا؟ هيا. صحن الموضة، أجيبي، إنها تتجه إلى القاعدة. أنا معك، ميركادو مان، انتظر إشارتي. نحل، ابتعد عني. علم وسأبدأه فوراً. انتظر، ماذا؟ لا، البروفيسور سيبحر. النجدة ستصطدم بالجدة الآن. انتبهوا، إنها تتحرك. سأتولى ذلك. بئساً، توقفت أمام بنايتنا وأبويلا بجوار النافذة. تلزمنا خطة جديدة. الإعصار الفهد القرش النينجا مستعد. كارل، اختر اسماً حركياً واحداً. استعد وانتظر إشارتنا. أبويلا، سنقطع البصل بدلاً منك، استريحي. شكراً لكما، كنت قد تعبت من الوقوف حقاً. استريحي قليلاً، بوبي سيجعل كل شيء تحت السيطرة. تم احتواء الجدة جراندي. حان الوقت لاختبار مهاراتي كنينجا. دحرجة النينجا والتنين. خطا قصيرة. انقضاض ركلة كاراتيه. كارل، كف عن هذا المزاح. بوبيتو، أرى أن البصل يفوق قدرة عينيك الحساستين. لا، هذا رائع. إذن سأذهب للمتجر لشراء مثقاب سباكة. صحن الموضة، لدينا مشكلة، الجدة جراندي ستتحرك. أبويلا، بسرعة، أريد أحد علاجاتك الشهيرة لهذا الطفح. ثلاثة دجاج وواحد لحم. نفذ اللحم المقدم. أحضر الدجاج. لا، اللحم. فليبحثوا في الخلف. سأتخذ قرارا تنفيذيا، 5 لحم بقري و5 دجاج. تذكرت أنني وضعت العلاج فوق رف النافذة. مهلا، أشعر بتحسن. ألديكم بطاقة تخفيض؟ لا. أبويلا، لا، أنا بخير. لا. يستحق.
يستحق العناء. أوه مذهل. ما ألذ. ما أطيبه. أيها الفريق، لقد نجحنا. ضبطتكم. تمالي من الخارج. بسرعة، خذوا الكاميرا. ماذا ستقدمين؟ ماذا تريد يا سيرجيو تمالي؟ أفكر في شيء أكبر. رائع. إياك وأن تفكر في ذلك. سيرجيو، وصلتك صانعة عصائر ووسادة عنق. هل استخدمت بطاقة ائتمان؟ لا يا أبويلا، إنها هدايانا المتأخرة لعيد مولده. ولكن عيد مولده بعد 6 شهور. أعني نصف عيد مولده. ماذا أقول لك؟ إنهم يدللونني. سمعون دولاراً ثمن قاذفة الخطم؟ رخيص، هيا أضفه للمشتريات. الفقاعات لأصدقائي. فيجي تبدو جميلة، أو ربما البرازيل. يريد الذهاب الآن إلى فيجي. كيف سندبر التكلفة لأوروبا؟ فيجي ليست في أوروبا. هذا سخف حقا. لا تقلق، أظن أن لدي حلا لكل مشاكلنا. يا أبي، كيف الحال؟ بخير يا رونيتا، فقط أختبر القوة لفضلات الخفافيش. رائع. لي سؤال سريع، أيمكن لسيرجيو زيارتك في بيرو؟ حسنا، طبعا يستطيع، ويمكث قدر رغبته. يا رفاق، أرأيتي؟ موافقة. يا أبي، حظا طيبا. شكرا، سأعود فورا. يا سيرجيو، تعال إلى القبو فلدينا هديتك التالية. أهو معطف الفراء؟ أمسكوه. إنه فخ. كف عن المقاومة، أنت تزيد الأمر سوءا. لن أهزم أبدا. إنه سيهرب، فلنتبع. احترسوا، إن معه قذفة الخطمي. سأمسك به بمهارات النينجا. كارلوتا، لنمسك به. حاولوا. آسفة. النجدة يحاولون التخلص مني. ماذا يحدث؟ هل فقدتم عقولكم؟ إنها محقة، فقدنا عقولنا. لا أصدق أننا نحاول التخلص من سيرجيو لهذا السبب. يا رفاق، يجب أن نعترف. أنت محقة يا رونالدا. هل فعلت؟ شكرا. أبويلا، ذهبنا لشاحنة التمالي الجديدة عبر الشارع. ولقد هددنا سيرجيو بإخبارك ما لم نرضخ لكل مطالبه. ما كان يجب أن نكذب في المقام الأول. آسفون جدا. إذن ماذا أعجبكم في ذلك التمالي؟ أهو أفضل مما أعده؟ الحقيقة إنه أفضل مما تعدينه، وأنا آسف. أرجوك لا تطعمين الوافل المجمد. حسناً، يسرني حبكم للتمالي خاصتي. جابي، السيدة التي تملك شاحنة التمالي تستخدم وصفاتي. ومنذ متى وأنت تبوحين بوصفاتك؟ لأننا قمنا بالتبادل، فزوجها يملك متجراً خاصاً بالأدوات، فحصلت على الوصفة وحصلت على خصم مدى الحياة. جيد أني لم أدفع أسعار الأدوات كاملة. التمالي خاصتي تكفل بثمنها، فشكراً لكم. نهاية سعيدة، سأكون في غرفتي. بل انتظر هنا، هل كنت تبتز عائلتك؟ إنه عار عليك يا سيرجيو. أعرف طريقة يعتذر بها سيرجيو لنا. نحتاج للمزيد من الثلج. أنا قادم. سيرجيو، أريد ماء باردا لو سمحت. ربما يمكنك تمشية. سيرجيو، هذا الطعام الذي تفاكم، كم هم متطلبون. سأذهب إلى بيرا. صباح الخير يا كل أصدقاء الكون، أنا إرنستو إستريا، واليوم سأكشف عن مصيركم.
مصيري؟ أنا أذوق لأن أعرف. روني آن، تعالي هنا، سنشاهد إرنستو المتنبئ الآن. أنا لا أصدق هؤلاء الناس. جربي يا صغيرتي، إرنستو دقيق جدا، لقد تنبأ بأن يكون لدي طفلان وبيت جميل وزوج ساحر. هذا الأحمق ثانية أصاب في توقعي. اليوم سوف أحدثكم عن البرج الناري. أوه، رونالدا، هذا برجك. إن القمر في البيت السابع، واليوم مميز جداً لأبناء البرج الناري لأنهم سيجدون الحب. إنه مصيركم اليوم. أوه، هذا مشوق، لقد التقيت بجدك وكنت أكبر منك بقليل. أنا أكره أن أخيب أملك، لكني واثقة أني لن أجد الحب اليوم. أم تقصدين الجواكامولي؟ يا لينكن، كيف حالك؟ يا روني آن، خمني، أمي لديها اجتماع ففكرت في أن نجلس معا. مستحيل، إن هذا رائع. أجل، سوف أصل بعد ساعة، إلا لو أن السيارة تعطلت. واو. حسناً، أراك لاحقاً. إنها علامة، تنبؤ إرنستو بدأ يتحقق للتو. تعنين لينكن؟ بالطبع. روني آن ولينكن جالسان على شجرة. يا نحن يا أبويلا مجرد صديقين. أجل أجل، لكنني وهكتور كنا مجرد صديقين أيضا قبل أن نتزوج. أوبس. ألا يمكنك استخدام صحن؟ الرقاقة هي الصحن كما أنها مجرفة. يسرني جداً مجيئك. أنا أيضاً، أحضرت لك شيئاً من رويال وودز، إنه مشروب العنب المفضل لك. كان علي اختيار شرائح الديك الرومي. هذا لطيف، صحيح يا روني آن. لما لا نذهب ونجلس في غرفتي؟ سيرجيو، اتبعهما. سنبدأ لعبة حظ مثيرة. من البحر الروبيان. نعم، إنه معي، أصبحت أجيد لعبة الحظ. صورة واحدة لأفوز. العقرب أم الحورية؟ العقرب أم الحورية؟ كثير العصارة وحلو المذاق. الشمام. الصورة معي، قلتها أولا. بل أنا. لا تدفعاني للفصل بينكما. أنا لا أصدق، انظروا جميعاً، نتيجتنا أنا وبوبي بالاختبار المسائي. أي اختبار مسائي؟ أنمتما مقلوبين وأكلتما صراصير؟ لا يا كارل، إنه الاختبار العلمي الكبير للالتحاق بالجامعة، وأنا تفوقت به، سأدخل كلية تصميم الأزياء. أنا فخورة بك يا ابنتي، اسعي وراء أحلامك، لكن لا تتركيني. هل هناك مشكلة؟ درجاتي بالاختبار سيئة. من يجرؤ على منح صغيري درجة سيئة؟ سألقن مسؤولي الاختبار درساً لن ينسوه أبداً. لا فائدة يا أبويلة. أردت نتيجة جيدة لأدرس التجارة، وبالتالي أفتح سلسلة متاجر. لا أعرف ماذا حدث، نجحت بالاختبارات التجريبية، لكن فور جلوسي وجدت كفاية تعرق ونسيت كل شيء، حتى مكان السيارة، وعدت للمنزل سيراً. أتركت شاحنة المتجر هناك؟ سوف تأتيني مخالفة. يبدو أنها حالة توتر اختبارات تقليدية دائماً ما تصيب طلابي. لا تقلق يا بوبي، توجد طرق علمية لتجاوزه، سأساعدك. اتفقنا. لم تبالغ بشأن التعرق. أمي، لا أستطيع تركك. تخنقينني. حسناً، لدينا يوم لإعدادك لاختبارك التالي. لنبدأ التمارين. يقولون إنها تخفف التوتر. 4 5 6. لا، هذه لا تحتسب. أبذل جهداً أكبر من هذا. وقت الدوران حول الحديقة. هيا. رائع، توقفت بمهارة. أنا البطل. جمعة الشطائر، أفضل يوم في الأسبوع.
تبدو لذيذة وأنا جائع وجسدي كله يؤلمني. عليك الانتباه لما تأكله قبل الاختبار. المهم أثبتت الدراسات أن تجنب اللحوم والألبان ليس الجب والنشويات قد يحسن من درجاتك. نسيت الفؤول، بالتأكيد لا يمكنك أكله. ماذا؟ لقد فقط تحقق بالشطيرة يا أستاذ.